شكرا المركز نمينا إيرانا، شكرا دكتور أمير علي الفحوصات الجميلة. الحقيقة الإنسان عنده سوفان وألم كلش فظيع بالركب، كنت لاعب بعد لاعب قوي، كنت ألعب بالأندية العراقية بس ما حالفني الحظ رجعت للتمثيل، فصار عندي سوفان. هذا السوفان قاعد أحس بألم، بس من جيت لهذا المركز حسيت بالاطمئنان. طبعا هذا المركز يشمل كل الاشياء الجميله، يعني كل فحوصات الشعر، زراعه الشعر، تجميل اسنان، عيون، جراحه عندهم، مفاصل. واليوم جيت على دكتور امير علي مال المفاصل، كتب لي اشعه وكتب لي تحاليل، وان شاء الله يعني ايديهم بها البركه. فهذا المركز يعني مركز تعامله واستقبالهم للشخص، يعني اذا من تجي انت تراجعهم يخلوا لك سكن، تعاملهم جميل، فحوصات بداخل المركز، يعني ما تدوخ، ما تروح تفتر على المراكز التحليلات والكذا، هم التحليل هنا موجود عندهم واسعار مناسبه. وادعو كل من كل أصدقائي وكل من يشاهدني أن يجي لهذا المركز، لأن يحس بنفسه يعاد من جديد، يحس بنفسه يرجع شباب. تحياتي لهم، تحياتي للمركز، شكرا لكم الفنان جواد المتيس.